أعزائي المشاهدين الكرام، اليوم رح نتعرف على قصة جديدة، على طبق جديد، مثل ما تعودنا كل يوم خلال شهر رمضان الفضيل. مشوارنا حيكون إلى سلطنة عمان، نتعرف على طبخة كتير مشهورة، العرسية. شو رايكم نروح نشوف ونزور البلد، نتعرف على القصة ونرجع على مطبخنا ونحضرها. العرسية من أطباق الدجاج الشعبية المشهورة في عمان، يقدمونها في المناسبات والأعياد. ولإرضاء العدد الكبير من المدعوين، تنوعت طرق إعدادها من مناسبة ومن منطقة لأخرى، كما استخدموا اللحم أو السمك عوضاً عن الدجاج في بعض الحالات، وأكثروا من السمن البلدي ووضعوا الطرشان عليها. مشوارنا كان كتير حلو، خاصة زرنا وتعرفنا على قصة طبق بسلطنة عمان. العرسية أكلة مشهورة، خاصة بيحضروها وقت يكون عندهم عرس. عندي أنا حضرت الرز الأبيض السادة، وعندي كمان رز حضرته مع هيك تتبيلة مع بهارات حتى يكون نوعية أكتر بمطبخنا. بدون ما ننسى أنه أساس كان العيش الرز بكل مطابخ، إن كان بالخليج أو بكل أنحاء العالم، كانوا يحضروا أو يسلقوا الرز. مع الوقت العالم حبوا يزيدوا مكونات، إن كان الخضار، إن كان الأعشاب أو حتى البهارات. صار عنا كرمل هيك الرز أحمر، رز أبيض، رز أصفر، أو حتى فينا نحط عديد من الخضار فيها أو لحم فيها. شو رايكم نفرجيكم هون الدجاج اللي أنا عم بطبخها على نار هادية، دجاج كامل اللي جبتها قطعتها إلى عديد من القطع، أضفت فوق منهم البهارات اللي بيستعملوا بالمطبخ عماني، وكمان حطيت فوق منهم شوية خضار، هيك مزيج عم بياخد على بعضها. أما هون كمان حطيت الرز، أكيد طبخت الرز، رز حبيت حط فيها مثل ما ذكرنا الأعشاب. خليها بضع دقايق حتى ينطبخ معنا هالدجاج، هالطبخة الطيبة والشهية. شو رأيكم نباشر حتى نحضر السلطة؟ اليوم عندي سلطة يلي حابة أقدمها مع قطع من الخضار، تشكيلة واسعة. مثل ما تعودنا نحن دايما تركيزنا لازم يكون على الخضار أهم من أي نوع تاني من مكونات بالمطبخ. كرمال هيك أنا هون حضرت الخيار، بندورة، طماطم، بقدونس، بصل الأخضر والبصل الأبيض. هالمزيج كله رح أخلطهم مع بعض وأضيف فوق منهم حبيت الشمندر. الشمندر بيعطينا نكهة كتير طيبة بالأكل، لأنه بيحتوي كمان نسبة كبيرة من السكر. أكيد لما نسلق بتخف كمية السكر اللي فيها. منقطعها إلى قطع بهالشكل صغار، منحطها هون بالصحن. نحن عم نحضر هيدا الطبق لشخص واحد، كرمال هيك بكفيني أنا هلأ الشمندر. رح أخد الخيار، طماطم، بقدونس، بصل الأخضر اللي قطعناها كمان قبل وقت، عنا البصل الأبيض. إذا لاحظتوا هالمزيج مع بعض نخلطهم. هلا مش بس بهارات بحبوا يحضروا بالمطبخ العماني، كمان عندهم الحبوب بحبوا يتحضروا. كرمال هيك أنا رح ضيف اليوم بالسلطة شوية صنوبر محمر، وكمان شوية لوز محمر أو المحمص. رح أخذ كمان حبيت الرمان أضيف على المزيج. هيك صار عنا خليط ألوان حلوة، نفس الوقت مغذية. شو رأيكم نضيف فوق منها شوية جرجير؟ رح ناخد من هون شوية زيت الزيتون، وكمان رح ناخد حامضة ونضيف فوق منها. هلا إذا حبيتوا تعطوا أنتم نكهة هتكون هيك شوية حارة أكتر، فيكم تضيفوا فوق منها حار أو فلفل حار الأخضر بهالشكل، تفرموا وتضيفوا فوق منها. ناخد رشة من الملح ونخلط السلطة طيبة. آخر شيء حابة أضيف فوق منهم
ككون نحن استعملنا شمندر تعمت هيك حطينا فيها السويت، رح ضيف فوق منهم شويه دبس الرمان حتى يعطيني تعمت حلو اكثر. هون عنا السلطه جاهزه. وهلا عنا نحن صلصة دبس الرمان راح نضيف فوق منها. هيك صار عنا طبق السلطة اليوم اللي جهزناها، راح اخذها واحط هون على طاولتنا. من تاني بيلي هلا راح نحضر الطبق الدجاج يلي جهزناها. هون الدجاج انطبخ معنا، راح ناخد الدجاج وعنا كمان الرز. اما هيك مشاهدينا هون الرز اللي حضرناها مع الصلصه اللي عنا اياها رز لون البني، رز اللي كل العائله كل الاسره بحبوها، خاصه النكهه البهارات اللي حطينا فيها. انا حبه على الرز اضيف الدجاج بهالشكل، نحط بنص الطبق حتى نضلنا نتذكر الطريقه التقليديه القديمه. راح اضيفها هون، اضيف فوق منهم اعطي شويه لون اخضر وأضيف المكسرات. وهيك برجع بذكركم حضرنا نوع من السلطة اللي كانت غنية إن كان من شمندر أو حتى أضفنا فوق منهم صلصة دبس الرمان، حطينا معهم شرائح من الدجاج المشوي وتشكيلة واسعة من الخضار. أما تاني ميلي حضرنا نحن نفس الطبق بس لشخص واحد. هون حبينا نقدم نحن هالطبق اللي كانوا بيحضروا بطريقه التقليديه القديمه بالطنجره حتى الاسره كلها يتجمع حواليه ويقعدوا ياكلوا ويتهنوا اكلهم. انا بقول لكم رمضان كريم والف صحه.